السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دحمان تيفي. اليوم غنحضر معكم واحد الورقه ديال البسطيله والبريوات. المهم باش ما بغيتو ديروهم ديروهم اللي يعجبكم غادي تعمروا بها. واليوم بغيت نشارككم معكم وتابعوا المقادير حتى الاخر. اليوم غادي نحضر معكم الورقه. عندي هنا جوج كيسان كبار ديال الماء، جوج كيسان ماشي كبار ديال العنبه، وشويه ديال الملحه والدقيق. صافي وغادي نطحنوهم. دابا بعد ما طحناها حنا غادي نخويها، كتجي بحال الخليط ديال البغرير. انا غنوريكم باش تشوفوا مزيان، هانتوما بحال الخليط ديال البغرير. تطحنوها تم كتبداو تخدموها. دابا انا غادي نوجد المقله وغادي دابا درنا الماء هنايا في الطنجره هذه حتى يبدا يطبخ مزيان، وعاد غادي نهزو هاد المقله هذه وغنحطوها بحال هكا. هادي هي علاش غادي نخدموا الورقه، كدوها مزيان. هادي علاش غنخدموا الورقه، وهادي هي الشيته باش كنخدموا. نبداو تمسحو شوي الشيته باش ما تعطيكمش دوك الحبيبات. وحمروا الورقه الا بانو ليكم باقا دايره دوك الضوي وداك الشيء ولا شريطات دايرين فارغين، حمروا الورقه. هكذا كنعمرو فيه كيبان لينا شي ضوي، وكنديرو باش تجي لينا مزيانه باش تقطع. ولي بدات تعمري بدات تقطع ليك، لا تعمريها كامله صافي وتخليها. دابا نخليوها طايب. هذه هي الوريقه ديالنا، هاي هي هذه. نغطيوها بهذا الورق الزبده بحال هكا، ضروري تغطيوها باش ما تسديرش ليكم بحال هكا. صافي هي بدات دابا كطابت، هي واجده دابا، هاي هاكا كتجي على التشكيل هاكا. شو هاي ندهنوها بالزيت باش ما تديرش لينا القشره، ضروري نبدلوها. عاوتاني غادي نرجع لصايبه معاكم، بقاو تمسحو شوي الشيته هاكا وسيرو باش كتجي شويه شفافه ما تجيش عاوتاني غليظه. اي قطره تبعوها بسميتو بالشيته باش تسرح.
عطيوها الخاطر مزيان، حيت عاوتاني لي ما تيقدرش يصايبها يتعصب او شي حاجه، هي راه تبغي الخاطر باش تعمر ليها كلشي الحاجه اللي هي فارغه. صافي دابا نخليوها طيب، نتا غير كتهز الورقه. دابا هي واجده كنهزوها، هاي هاي شفتها كيف دايره. ايوا مع رمضان ان شاء الله الواحد ما عنده ما يدير، ينوض مع داك الصباح يحط المقيله ديالو ويدير الطاوه فيها الماء او كسرونه او اللي عنده باش غيخدم. راه كاع دوك المقيلات اللي كيديروا البغرير يا الصغيره يا الكبيره تصايبها، غير هذيك ديال المسمر ما تصايبهاش ليكم. وتنوضوا مع الصباح ان شاء الله وتوجدوا لكم الورقه ديالكم، ما توقفوا على حد، ما تشدوا النوبه على ورقه ما والو. انا راه حيت كنشوف اش كيبقى بنادم يمشي يبقى يتقاتل على، انا براسي كنت كنشريها تبقى واقفه وتسناي باش يوجدوها لك. ايوا قلت نصايبها لراسي علاش نمشي نشريها. هانتوما سهله ما كاينش فيها شي مشكل، حتى الواحد يصايب غداه اولا في رمضان ينوض مع الصباح يجمع دارو ويوجد الطاوه ويطحنها في الماكينه او يحركها على اليد. انا راه فايت شاركت معكم في رمضان خدمتها غير بالطراب ديال اليد وطلعت لي غزاله بزاف. ايوا حتى دابا ان شاء الله دابا درتها في الماكينه وشتها. ايوا انا قلت واحد السيده حيت طلباتني عليها وقلت غادي نصايبها ونشاركها معاكم. هانتوما الشكل ديالها، ديرلها غير شويه ديال الزيت هكا وهكا ندهنوها. وهاي الشكل ديالها كيف كتجي، هاي كي كتجي ديالها زويناتها وخفيفة ورقيقة، ما تجيك لا معجنة لا والو وما كتقطع ما والو.